بالخير والرضا دايما يتجدد اللقاء ويا رب. خلونا نفتكر مع بعض انه بقالنا سنين بنقول ان مصر هي الجائزة الكبرى في الشرق الاوسط، والحقيقة انه بعد ما تكشفت اقنعة دول كانت بتلعب على ادوار متتابعة جوه المنطقة، خلوني اقولها لكم بالبلدي، يعني الدول اللي كانت بتلعب بالوكالة، كلنا فاكرين على الأقل كان عندنا اسم دولتين مهمين جدا كانوا بيلعبوا بالوكالة في الإقليم، واحدة منهم اسمها قطر عاصمتها الدوحة، واحدة اسمها تركيا والعاصمة المهمة بتاعتها غرفة العمليات الاستخباراتية بتاعتها كان في دان. لما قطر وتركيا تكشفت الأقنعة بتاعتهم وسقطت، فكان بالضرورة تسليم الإقليم للاعب جديد بالوكالة، والاتنين هيختصروا في واحد هو يشغل اللعيبة القديمة اللي هي تركيا وقطر، علشان المنهج بس هيختلف. طب يا ترى مين اللي هيستلم من اللاعبين بالوكالة الاتنين دول؟ أعتقد أن كلنا عارفين كويس قوي أن الصراع في حقيقته في الإقليم هو صراع الجائزة الكبرى، مصر انتوا مع اسرائيل، وفي المقابل ده معناه على طول ان اسرائيل تولت مقاليد ادارة دفة الاوضاع في الاقليم بدلا من تركيا قطر، وبالتالي تركيا وقطر في الايام دي لازم علاقتهم تكون ظاهرة للجميع، يعني مش علاقات خفية باسرائيل، وهيقدروا يلعبوا ويقدموا ادوارهم، ولكن بعد دور المنسق العام الأول اللي هي إسرائيل. وإسرائيل استلمت التكليف من بريطانيا، ولازم ده يكون واضح بالنسبة لنا. وفي السياق ده نفسه لازم نفتكر العلاقة اللي بين إسرائيل وبريطانيا من أيام وعد بلفور، واللي كلنا عارفين إن هو ده الوعد اللي أعطى ليهود العالم الحق في أرض ليست لهم اللي هي فلسطين. إسرائيل لما تفاجئ الجميع بأن هي قررت مش سحب، تحريك، وركزوا معايا لأن ما بين السطور في فرق ما بين سحب بعثتها الدبلوماسية وتحريك بعثتها الدبلوماسية، وهنعرف الفرق بين الاتنين، بس مهم نربط كل اللي احنا بنقوله. تحريك بعثة إسرائيل الدبلوماسية من مصر، وقالت أن السفير مش هيقدر يعود دلوقتي لأسباب أمنية. ده طبعا قبل ما نبص على الموقف المصري والكلام ده كله، ده كله يخلينا نروح لما بين السطور، لأن الهدف الإسرائيلي منذ إطلاق أول تحذير أمني لرعاياها هو ليه مصر تتقدم، وده يقلقها، ليه الاقتصاد المصري يبدأ ياخد خطوات حقيقية، ده يزعجها، ليه انتوا غير قابلين للتقسيم والكسر، ده يموتها، لان انتوا الجايزة الكبرى، وجودكوا في حالة اللي طول الوقت بتتقلنا لحمة واحدة، ان الشعب ده ايد واحدة، ان نحارب الارهاب وفي نفس الوقت بنطلق عملية البناء، ده يزعجها، ده يعني يحطها في حال غير طيب. علشان كده لازم نفتكر كده مع بعض من امتى بدأوا يلعبوا على نقطة الأمن دي. كلنا فاكرين أول تحذير أطلقته إسرائيل كان يوم 24 يناير بالتحديد، يعني قبل ذكرى 25 يناير، وقالت فيه لرعاياها بترجوهم عدم الذهاب إلى سيناء. والتحذير ده كان معناه ببساطة إنه عايزة تقول لأي سائح أوروبي ما تروحش سينا لأن في قلاقل أمنية. ولما ما حصلش ده وبدأت الدول ترفع الحظر عن عدم الذهاب للأراضي المصرية للسياحة، الحكاية أزعجتها أكتر، وده معناه أنه تحريك والحديث عن تحريك اللي هي متحركة أصلاً وما بتقعدش ومش مستقرة في مصر اللي هي بعثتها الدبلوماسية، يبقى ده تسويق سياسي الهدف منه ضرب الاقتصاد أولاً، اتنين بيعبر عن انزعاج إسرائيل
من قدرة الدولة المصرية على العودة لكامل هيبتها في الإقليم، وبعد التحذير الأمني اللي ما جابش نتائجه كانت لازم تعلي الدوس شوية فتروح تتكلم على إن في إطلاق صواريخ على إيلات من داخل الحدود المصرية. الصحف الإسرائيلية وهي بتتكلم عن ده كان لازم نبقى واخدين بالنا، كل الجماعات الإرهابية اللي موجودة جوه سيناء وبره سيناء إسرائيل تعلم عنها ما لا يعلم أحد، لأنها إما إن هي جزء من تشكيلها وغرفة إدارتها اللي موجودة في اسطنبول والدوحة، أو إن هي مخترقة هذه الجماعات وموجودة بينهم. لما يطلع واحد زي الوزير الدرزي أيوب القرة علشان يقول إن يعني إحنا بنجهز لحلول أخرى بما إن لم تعد حل الدولتين هو الحل الوحيد المطروح على المائدة، ويرد عليه ترامب استباقا للقاء نتنياهو اللي ممكن يحصل واحنا مع بعض على الهوا، ويقول ببساطة ان ليس حل الدولتين هو الحل الوحيد، وان امريكا لم تعطي حلول لأي من الطرفين، وان هم هيصلوا بانفسهم للحل وامريكا هتدعم ما يصلوا اليه. ويرجع مرة تانية عن طريق هذا الدرزي ايوب القرة يقول لنا ان في حل الدولة التالتة، فيبدأ مرة تانية الحديث عن ان الدولة التالتة هي قطاع غزة زائد جزء من اراضي سيناء. يعني الحل اللي رفضه الرئيس مبارك ودفع ثمنه، واللي قبله مرسي وانتم دفعتوه ثمنه، وقيادتكم في عز وجود مرسي على كرسيه بدعم غربي قالت لأ، وكانت لأ واضحة وصريحة، دلوقتي هيبدأ اللعب برمي المعلومات والأسئلة المغلوطة علشان يتقال إن دولتكم الجديدة ممكن تقبل ما رفضته زمان. طبعا بالمنطق لا يمكن ده يكون مقبول للدولة المصرية ولا لقيادة اسمها عبد الفتاح السيسي. فالمسألة هنا بتاخدنا لمساحات تقيلة ومهمة، وفي المساحات التقيلة والمهمة دي لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي. هو ليه دلوقتي الكلام لازم يطلع من أيوب القرة؟ وليه لازم يستبق زيارة نتنياهو المغضوب عليه في قضايا فساد في الداخل الإسرائيلي قبل ما يبقى موجود مع دونالد ترامب؟ المسألة دي كلها فيما بين سطورها عناوين تستحق ان احنا نروح للمستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني علشان نعرف منه ما بين سطور الحالتين. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير يا استاذ اماني. خليني ابدأ مع حضرتك ما بين سطور الجزء الاول، المسألة بتاعت التلويح بالسحب واللي انا فضلت اسميه تحريك البعثة الاسرائيلية الدبلوماسية من القاهرة. اسمحي لي في الأول أهنيك على تفوقك في الحصول على مقابلة السيد الرئيس جمهورية لبنان العماد ميشيل عوان. ربنا يخليك، ميرسي. أتمنى لك دائما التقدم والتوفيق يا رب. ميرسي، ربنا يخليك. احنا نوقف عند المحطة هاي ونقول السؤال التالي، لماذا الآن؟ فجأة إسرائيل تحرك الدواعي الأمنية لطلب بعثتها الدبلوماسية أن تغادر القاهرة لأن هناك دواعي أمنية تتطلب منها ذلك. الكلام ده كان يوم الاثنين، اللحظة اللي بدأ فيها وصول الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر دولي من أكبر مؤتمرات الدولية على مستوى العالم. أستاذ أماني، ولو دخل أي باحث أو دارس في أي مكان سيكتشف أنه لم يتجمع قبل اليوم ما يزيد على 400 شركة بترول وغاز ومؤسسة استثمار في الطاقة وشركات البتروكيماويات. أنه تستطيع مصر بهدوء أن تجمع هؤلاء الناس بما لديهم من أعضاء مكاتب تنفيذية ومرافقين وصحفيين ومغطين لهذا العمل الاقتصادي الضخم المتعلق في مستقبل الطاقة على مستوى العالم.
تريزي مي لما كانت عند ترامب وغادرت كان في سؤال ماذا ذهبت إلى تركيا وعادت إلى بريطانيا واستدعت نتنياهو إلى لندن الأسبوع الماضي. تريزي مي استدعت نتنياهو وراح لندن بحجة أنه بده يعمل جولة أوروبية ومحدش استقبله غير بريطانيا بالمناسبة. وبدأ تحريك الأحداث في حول تصعيد مفهوم الإرهاب في الساحة المصرية، وإسرائيل تدمر سوء نوايا من شهر ديسمبر الماضي لما مصر صاغت قرار مجلس الأمن الخاص بإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، وأصر مندوب مصر على وضع القدس الشرقية في بند منفصل، وتاجر العرب في القصة، وفي الأخير تم التصويت فزنا بالقرار. مين اللي كتب القرار؟ الخارجية المصرية. إسرائيل بالمناسبة اليوم فتحت الموضوع إنه مصر أدانت الاستيطان بطريقة لم يكن هناك فيها مجال حتى للنقاش. إسرائيل اليوم التلفزيون الإسرائيلي عرض الكلام ده، يعني سوء النية بايت عندهم. طيب تطورت الأحداث بما تحذيرات اللي حضرتك قدمتيها في جنوب سيناء، وفشلت كل المحاولات هذه، وخاصة بعد ما أصدرت حكومة ألمانيا، إسرائيل أعلنت يوم 24 تحذيرها، يوم 22 يناير أعلنت الحكومة الألمانية عودت برفع لا أقوى أقوى من عودة السياحة، رفع كل التأمينات الإضافية التي فرضت على شركات السياحة والطيران الذاهبة إلى مصر، شرم الشيخ، غردقة، مرسى علم، القاهرة، الصعيد، الأقصر، كله واخدته بشكل منفرد ولحالها. في أقل من 24 ساعة كان في 3 دول أوروبية غاروا من ألمانيا وبدوا يرفعوا الشروط اللي بريطانيا صاغتها بعد سقوط الطائرة الروسية. تمام، احنا أس البلد كله جاي من لندن. لما ألمانيا بقى رفعت الحظر بيعرفوا الإسرائيليين أنه القرارات الألمانية بتخوف على مستوى أوروبا وأنه العملية هترجع، وكل المطلوب في المرحلة هذه انتعاش حركة دوران رأس المال في مصر، لأن إسرائيل مطلعة على حجم المشاريع اللي موجودة في مصر واللي توقفت كل التمويلات المساعدة عام 2016 عن مصر من كل الدول. تمام، أنت تعملي باللحم الحي في مصر من رأس المال داخل جمهورية مصر العربية، والقدرة العبقرية لرجال الدولة المصرية اللي بيديروا رأس المال لدرجة انه يغطي مشاريع تتفوق على 25-30 مليار دولار، هاي قضية بدها مواضيع اقتصادية وبدها 3-4 ساعات بحث يا أستاذ عماني، مش هنقدر ندخل فيها في تفاصيل بين السطور. ضربت الصواريخ وكالعادة لم يكن هناك صواريخ بالمناسبة، وكذبت إسرائيل وأعلنت مصر رسميا أنه لم يطلق أي صواريخ من الأراضي المصرية. أعلن يوم الأربعاء الماضي. راحت إسرائيل بعد ما لقت مندوبة أمريكا بتصعد اللهجة بطريقة صعبة مع العرب ومع الروس، وتشجعوا وتقدموا بمشروع قرار لمجلس الأمن لإدانة فقط لإدانة ضرب الصواريخ من سيناء على مستوطنة إيلات. تصدى المندوب المصري في مجلس الأمن، مدعوم كان المشروع الإسرائيلي من بريطانيا وأمريكا، تصدى المندوب المصري في مجلس الأمن وأوقف النقاش قبل عرضه على التصويت. عشان لما تسأليني ليه، لأنه هرجع أقول لك، لأنه دي مصر سريعا اتفضل. أسقطت مصر مسودة القرار يوم الجمعة في مكاتب مجلس الأمن قبل عرضه على التصويت. تمام، انتهى، لأنه تراجعت المندوبة الأمريكية لما لقت مصر موقفها حاد في القصة، أخذت جانب، فظلت إسرائيل وبريطانيا فسحبوا المشروع. من يوم الجمعة بالليل وإسرائيل في حالة ارتباك على الجبهة السياسية مع مصر. مصر مصرة دائما تقول أنه لدينا اتفاقية سلام ثابتة وقوية، واستطعنا من خلالها تحقيق كثير من الإنجازات. إسرائيل تلتزم الصمت. طب إسرائيل ليش بتوقت هلأ تفجير خلافات غير معلومة المصدر مع مصر،
ونتنياهو متوجه على إدارة أمريكا الجديدة برئاسة ترامب. ليه؟ علشان إسرائيل تريد وبني إسرائيل يريدوا أن يقولوا للإدارة الأمريكية لا استنى انتوا فاهمين غلط، احنا مش صحبة احنا والمصريين، احنا في خلافات بيننا وبينهم، فإذا انتوا مستعجلين وفقا تقارير الدوائر الدولية في موسكو ولندن وبكين وواشنطن عن احتمالات تحسن العلاقة الأمريكية مع مصر وهذا ضد رغبات إسرائيل فلازم نعطلها انه احنا مختلفين مع المصريين، فشو حينتج عنه؟ كله احتمالات واردة، ولكن طيب ما زال الواحد يتأمل. طيب عايزة جملة لانه الوقت يعني دايما بيبقى، انا في الموضوع الثاني. ايوه عايزة بس جملة عليه. احياء فكرة الدولة التالتة، مش حل الدولتين، الدولة التالتة. ده أسوأ من موضوع دتاعي تحريك البعثة طبعا. أصعب. ليه؟ قوى الشر في قطر وتركيا وتل أبيب لهم من امبارح بالليل واليوم الصبح بيتحدثوا عن مشروع تقدم به السيسي لتوسيع كانتون غزة لعمل دولة فلسطينية. بس هيك على السريع أستاذ عماني نذكر الناس بالوقائع، هذا المشروع اللي وافق عليه مرسي، وفي 2012 لجنة الدستور في 5/12/2012 في القاهرة هون كانوا بيصيغوا البند الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية على تعديل الحدود وكذا وكذا. في اليوم هذا فجر اليوم الخميس نذكر بس الناس يا أستاذ زماني معلش، ذهب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بصحبة رئيس أركان الجيوش المصرية الفريق صدقي صبحي إلى الحدود الشرقية والشمالية في شمال سيناء، وأخذ قرار عسكري على الأرض هناك، كانوا على اتصال بالمجلس العسكري في مصر في القاهرة، أخذ قرار بمنع مصريين أو أجانب أي كان، حتى المصريين ممنوع نقل ملكية أو بيع أراضي أو تعمل توكيلات بعمق 5 كيلو على دائر الحدود المصرية كلها. اللي أخذ قرار هو وزير دفاع والإخوان بحكم البلد في 2012 بيعطي حدا أرض يتوسع فيها الدولة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار طه الخطيب المحلل السياسي، ويعني أعتقد أنه سيادة المستشار أوفى الموضوع، ولأن إحنا في بين السطور طول الوقت بنكون معنيين إنه كل الأرض، والأرض هنا مش المقصود بيها الأرض اللي قدامكم دي، الأرض يعني الصحافة المكتوبة، يعني اللي هتسمعوه، يعني الزعيق في بعض المواقع، يعني الزعيق في بعض الشاشات، كل الصياح اللي هتسمعوه البوصلة في إيديكم أنتوا، دولتكم دي في كل اللحظات لأنها بتتقدم، وهم مصرين يفهموكم ان احنا ما بنتحركش، ولو هنتحرك بنتحرك لورا. اسرائيل منزعجة لان في حقيقة الامر الصراع ان مصر لا تسترد كامل عافيتها، ولما مصر بتسترد كامل عافيتها الانزعاج الحقيقي بيجي لاسرائيل فتحرك مجموعاتها. خلوا بالكم كل ده كلام بالنسبة لنا هو اشغال، لأن عقل الدولة المصرية يعي تماما أين يضع قدمه ومتى، ومش الشطارة أبدا أبدا في أثناء المعركة هي فكرة الرد، ولكن توقيت الرد إنه ما يكونش رد فعل. علشان كده اللي قاله المستشار طه الخطيب من الأهمية، إن لازم تحسوا بالفخر، يعني لما يبقى في محاولة تقديم مشروع يستبق زيارة نتنياهو للبيت الأبيض فاللي يبوظه المندوب المصري في الأمم المتحدة. من حقكم تسألوا هو الإعلام ما بيقولش الكلام ده ليه؟ من حقكم، بس في حقيقة الأمر هي دي دولتكم الجديدة ودي قدرات دولتكم الجديدة. ولما قلنا زمان إن اللي صاغ المشروع بتاع الاستيطان حتى لو بعض المواقع الفلسطينية اتكلمت عكس ده ما عندناش مشكلة، لأن الدولة الجديدة ما بيهمهاش الصورة بيهمها النتائج، وطالما النتائج بنعدي بيها من قوى الشر يبقى احنا ناجحين. بقي اقول لحضراتكم المشهد اللي قدامكم ده على الهوى، لان دلوقتي بس
بدأ اللقاء والمؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة. بقي حاجتين مهمين قوي نعرفهم. أول حاجة إن نتنياهو تعود في زيارة الإدارات الأمريكية إنه يبقى لمدة أسبوع قبل اللقاء في الولايات المتحدة يمارس كل الأدوار مع دوائر الضغط، مع إدارة دونالد ترامب لم يسمح له بذلك. هو وصل امبارح وبدأ اللقاء النهاردة. اتنين، تريزا ماي اللاعب الجديد الذي لم يعد يلعب بالوكالة وإنما برأسه مباشرة، هو اللي بيحرك المشهد الآن. طب هل هتختفي أدوار اللاعبين بالوكالة الضعيفة يعني تركيا قطر؟ قولا واحدا لا، لأن الأدوار هنعرفها مع بعض بعد الفاصل في الحركة اللي بيمارسوا فيها إعادة توزيع الأدوار من جديد، والمرة دي أرض الاختبار الأولى هي أرض الخليج. خلونا مع بعض بعد الفاصل علشان نشوف الجائزة الكبرى بتستحق كل الجهد ده، وجزء من ولادها لحد دلوقتي مش قادرين يشوفوا إن هي ماشية لقدام. بعد الفاصل. بالخير والثقة في حضراتكم، دايما هنرجع نكلم بعض. احنا متأكدين ان إعادة تقسيم الأدوار بعد ساكن البيت الأبيض الجديد على قدم وساق، والحكاية بدأت بتسليم المفتاح للندن وتريزا ماي بشكل واضح وصريح. وتريزا ماي ما كذبتش خبر، لأن كانت لازم أول محطة تبدأ تحركها على الأداء الجديد كانت تركيا. تركيا كمان ما عندهاش وقت كتير تضيعه، لأنها كانت لازم تتحرك لأن عندها مشاكل اقتصادية كبيرة جدا ممكن تحطها في مأزق. اتحرك على طول أردوغان لثلاث دول خليجية، بدأها من البحرين ثم السعودية ومن بعدها هيذهب إلى قطر. طبعا الكلام العادي اللي ممكن يتقال ان الرئيس التركي رايح علشان يعمل حلف سني في المنطقة ويبقى يعني بيقف في مواجهة الطموح الإيراني. الكلام ده طبعا كلام عاري من الصحة تماما ولا يعني أي شيء. لازم نكون على وعي في بين السطور ان أردوغان وإيران كلاهما اتنين من أدوات السياسة الدولية، والاتنين بيلعبوا نفس الأجندة. مطلوب نحط عنوان للأجندة، مرة يتقال إن ده بيمثل السنة ومرة يتقال إن ده بيمثل الشيعة، لكن في حقيقة الأمر لا ده بيمثل السنة ولا ده بيمثل الشيعة. المسألة إن مطلوب استكمال استنزاف الأموال الخليجية لصالح الاتنين اللي بيلعبوا على أدوار قوية داخل الإقليم، إيران من ناحية وتركيا من جانب. إيران اللعب معاها بيعتمد على إشهار الاختلاف طول الوقت، وكأن هي الدولة اللي قادرة أن تقول للقوى الدولية لا، بينما في حقيقة الأمر هي قادرة تعيش. اتفرض عليها حصار اقتصادي 30 سنة وما كانش فيه مشاكل، في حين روسيا اتفرض عليها حصار اقتصادي كان عندها مشكلة في الغذاء. وده على طول ما بين سطوره يقول إن دي جزء من الأدوار. طيب الاقتصاد التركي عنده مشكلة كبيرة جدا. الفاينانشال تايمز قالت ان تقديرات صندوق النقد الدولي بتؤكد ان ربيع الاقتصاد التركي انتهى، وان تركيا مقدمة على كارثة مالية واقتصادية، فما عندهاش فرص غير ان هي لازم تلاقي هذا الدعم. اول ما يصل البحرين، البحرين تستقبله استقبال الفاتحين كما لو كان امبراطور بالفعل، لدرجة أنه يتم عزف مقطوعة موسيقية من المسلسلات التركية داخل القصر الحاكم في المنامة، وده يشكل نوع من البهجة والمفاجأة للزائر التركي أردوغان. ولم تكتفي البحرين بده فقط، بالعكس قدمت له كمان جايزة ويعني احتفت بيه بشكل مميز وخاص. لكن هل المسألة تنتهي بهذا الشكل؟ لا. أردوغان قبل ما يغادر المنامة كان عنده تصريح مهم جدا، والتصريح ده يخصكم ويخصني، يخص دولة 3-7، يخصنا كلنا. تصريح أردوغان اللي لم يكتفي بالتصريحات اللي قالها في مطار أتاتورك وقرر يقولها من أرض عربية المرة دي من أرض المنامة، قال تحديدا إن الإخوان لم يعودوا
هو عمره ما شافهم جماعة إرهابية، لكن هو طول الوقت بيشوفهم جماعة فكرية. يا ترى إيه ده؟ يا ترى دي كانت توصية تريزا ماي علشان الاقتصاد البريطاني قائم على الاقتصاد الإخواني والتنظيم الدولي؟ اللعب بالأدوات مهم جدا. تعالوا نسمع أردوغان علشان محدش يزايد على حد، ومن بين السطور نبص على كل التفاصيل. أنا شخصيا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية، لأنها جماعة غير مسلحة، فهي جماعة فكرية في الوقت الحالي، وأنا لم أرى أي هجمات مسلحة أو تدريبات من جهتهم، وإذا رأيت ذلك عندها موقفي من الإخوان المسلمين سيتغير ليصير مثل موقفي من أي جماعة إرهابية. طيب المسألة في الخليج بدأت مع تريزا مي واتكلمنا عن ده، ودلوقتي موجود أردوغان، هل تنتهي بهذا الشكل؟ قولا واحدا لا، لأن لازم نبقى واخدين بالنا أنه محاولة صناعة العدو طول الوقت لمنطقة الخليج مسألة مهمة، وعلشان كده لازم إيران تلعب هذا الدور طول الوقت، الدور الضاغط. بعد ما طلبت المملكة أنه فتح حوار مع إيران، بمجرد تصعيد ترامب للغة بتاعته تراجعت المملكة العربية السعودية عن طلب فتح الحوار، وإن بقي مطروح عن طريق أطراف أخرى. خلوني أقول لحضراتكم إن إيران موجودة دلوقتي هي كمان في الخليج، والمرة دي هي رايحة الخليج من بوابتين، بوابة عمان والكويت، والزيارة لمدة يوم واحد. الزيارة في عمان ليها معنى مهم قوي. عمان هي المكان الوحيد اللي لا يمكن يطلع منه تصريحات معادية، وده بالتوافق بين دول مجلس التعاون الخليجي، لأن عمان هي الدولة اللي منوط بيها دايما فتح قنوات الحوار عندما تسد الأمور على الأرض، سواء مع الحوثيين في المشهد اليمني أو مع أي أطراف خليجية أخرى. علشان كده الزيارة في عمان بيبقى ليها أهمية، وبتنبئ بأنه ربما يكون هناك خطوة تالية. في المقابل الزيارة في الكويت لازم نقول كمان أن سبقها زيارات من يعني الشيخ صباح لإيران، وكان فيها مطلب ومسعى من الكويت لإطلاق عملية الحوار، وما كانتش المسألة جديدة على الإطلاق، لأن وزير خارجية الكويت قال إن يعني الدول الخليجية مدعوة لمبادرة إقليمية بتشكل فرصة للجميع إن هم يبدأوا في علاقات جوار تراعي مصالح كل أطراف الإقليم. طيب خلوني أقول لحضراتكم إن المسألة تستحق برضو إن احنا نروح نبص ما بين يعني سطور الحضور التركي والحضور الإيراني. خلوني أروح للمحامي والكاتب الصحفي الكويتي الأستاذ محمد صالح السبتي. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. خليني أسأل حضرتك، يعني يبدو أن 2017 من أولها كده في منافسة ما على الخليج، بدأت مع تريزا ماي والآن في حضور تركي، عنونت الصحافة البحرينية أنه دخل في تحالف استراتيجي اقتصادي وأشياء كبيرة جدا، وفي المقابل أيضا في حضور إيراني في الخليج في ذات الوقت. ما تفك لنا شوية الحكاية كده، عايزين نبص ما بين السطور. يعني دعونا نبدأ بالبداية بالنسبة للحضور الإيراني. كما تفضلت حضرتك في زيارة السيد روحاني كانت في مسقط عمان، ثم اليوم وصل مساء إلى الكويت. لنكون شفافين أمام الجمهور، نحن في الخليج مع إيران في مأزق منذ فترة طويلة، مأزق فكري، في حرب طائفية، هناك حرب عرقية موجودة في كل دول الخليج مع إيران. لا ينكر أحد وجود أجندة إيرانية تجاه هذه الدول وبعض دول الأقليم. هذه المسألة ليست وجهة نظر الخليجيين فقط. أنا اليوم يعني سنقف يعني لا أقول على الحياد، لكنني سأنقل ما يقوله الساسة الإيراني. يعني مثلا إيران تعتقد بأن أرض البحرين أرض إيرانية. كل الإيرانيين بل والأحزاب الإيرانية والجماعات العاملة في الخليج، في الكويت مثلا، في من
الكويتيين الذين يؤمنون وجههم سياسي تجاه إيران يسمون نظام الحكم في البحرين نظام مغتصب، يسمون نظام الخليج مغتصب، يعتقدون أن هذا نظام مغتصب. هناك أطماع لا يمكن إنكارها، هذه يعلم الجميع. هناك جزر محتلة إماراتية، لماذا؟ حتى قبل هذا النظام إيران أيام الشاه اعترضت على استقلال البحرين، قدمت اعتراضا رسميا إلى الأمم المتحدة على إعلان استقلال البحرين، وبعدها بقرابة شهر قام الشاه باستقلال الجزر الإماراتية ردا على استقلال البحرين. التدخل في العراق ليس منكر، يعترف فيه الأساس الإيرانيون أنهم يسيطرون على جزء كبير من العراق في أفضل. التدخل في ليبيا مجال تفاخر، التدخل في اليمن كذلك مجال تفاخر. من حق كل دولة أن يعني يكون لها مصالح سياسية. نحن نتكلم عن تدخل، عن أدرع تنشأ في هذه الدول. لذلك ومع كل هذا إيران دولة كبيرة، دولة ذات ثقل إقليمي وهي جارة لنا. لا أحد في الخليج ينحى منحى الحرب مع إيران ولا الاستعداء لإيران أبدا. يجب أن نعترف، لا نقصي، لا ننادي بإخفاء. طيب هذه التشكيلة تجعلنا في مأزق مع إيران، مأزق ليس من اليوم ولم يكن خلال هذه الفترة القصيرة، بل منذ أن قامت دولة إيران ومنذ أن قامت أنظمة إيران. طيب ما هو المخرج؟ التفاوض ووجود أبواب مفتوحة للتفاوض لحصر ملفات الخلاف هو السبيل الوحيد، خاصة ونحن أما آن لنا أن نعلم في المنطقة أن الغرب إنما يريد تحقيق مصالحه فقط. بالضبط. الغرب يبحث عن مصالحه. طيب أستاذ سبتي خليني أتكئ على الكلمة اللي حضرتك قلتها، الغرب بيبحث عن مصالحه. في الحالة دي في منافسة تركية إيرانية وهم الاثنين جزء من أدوات الغرب. كيف يعني يفتح الأمر ويعنون للأتراك بهذا الشكل؟ والخبرة لسه بنت مبارح، يعني احنا شايفين تقلبات المواقف التركية العلنية واللي احنا عارفين في حقيقة الأمر ان هي الأجندة الأمريكية في الإقليم. ازاي بيتم التعامل كده؟ علينا نحن في الخليج وفي الجامعة العربية والدول العربية ان نعي هذا، المسألة مكشوفة. دعيني اقول شيء، لماذا اختار السيد أردوغان الزيارة في البحرين؟ البحرين لا تشكل أي ثقل، لا في الخليج ولا في الجامعة العربية، ولا تشكل حتى ثقل اقتصادي، مع احترامنا لدولة البحرين. طبعا دولة البحرين قائمة على المساعدات. ثم تابعي تلك التصريحات التي أطلقها السيد أردوغان في البحرين على الأقل تجاه النظام السوري قبل أسبوعين، ينادي وزير خارجيته بأنه لا مناص من التعامل مع النظام السوري. بالضبط. وداخل البحرين يناقض الرأي السني، يرى أن لا وجود لنظام بشار الأسد. علينا نحن، أقول علينا نحن في الخليج، دعيني سوف أقول هذا الكلام بصراحة قد تؤذي بعض الخليجيين. اليوم قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين بعض دول الخليج وعلما بين السعودية ومصر مثلا على ملفات مثل سوريا واليمن. أما أرانا لنا أن نعلم حقيقة الموقف من سوريا واليمن؟ كان للكويت وعمان موقف واليمن لم يكن راضيا على كل ما كان، ومصر كذلك كانت ترتئي خطأ بعض السياسات الخليجية أو غير الخليجية في سوريا واليمن. اليوم اكتشف لنا الملف واضح جدا جلي أن هناك خطأ سياسي في معالجة الملف السوري واليمني، وقعت في تركيا ثم تراجعت بعض الدول الخليجية، ما زالت تصر على مثل هذا الموقف. علينا نحن في البداية في الخليج خاصة وفي الدول العربية عامة أن نعي ما هو مكشوف بالنسبة لإيران وبالنسبة لتركيا كأزرع للسياسة الدولية الغربية وتطبيقها علينا. متى ما وعينا هذا واتخذنا موقف سوف نحقق مصالحنا كذلك مع الغرب أو مع إيران. أنا بشكرك شكرا جزيلا، يعني الحقيقة حضرتك وفرت عليا حرج، لانه يعني الواحد بيعز عليه. في الاخر احنا العرب اللي محتاجين نبقى متاكدين انه بعد كل ما تكشف كل هؤلاء ما هم الا ادوات. بشكرك شكرا جزيلا المحامي والكاتب الصحفي الكويتي محمد صالح السبتي. خلوني طيب اطلع للفاصل ده ونرجع بسرعه جدا. عايزه اشاور بس لكل اهلي في الخليج اللي بتمنى انه اكيد في عندهم معلومات اهم مننا بكتير،
يشوفوا الحضور التركي في إسرائيل والقطري في إسرائيل بعد الفاصل. بكل الخير والرضا مع حضراتكم في آخر فقرتنا. خلونا نقول عندنا ثلاث عناوين مهمة قوي. إسرائيل التي أصبحت اللاعب في الإقليم الذي يعطي الأوامر لتركيا وقطر واللي بيصرفوا عليهم من تحت. اتنين، تركيا تعمل مرمرة تتخانق، كل دي حاجات لما نبص بين سطورها يبقى الخناقة هنا أهم من تصدير الوفاق طول الوقت، فيبقى مشهد كاذب زي اللي عمله أردوغان مع بيريز في دافوس. طيب النهارده احنا بنستحضر ده كله ليه؟ لان العلاقات العسكريه التركيه الاسرائيليه علاقات مميزه، ودايما بنقول لحضراتكم اسرائيل ما عندهاش ارض للتدريب الجوي على الاقل، فكل تدريبها العسكري بيكون على الاراضي التركيه، ده باتفاق في حال الخناق وغير الخناق. اتنين، مهم جدا نعرف انه مش بس العلاقات العسكريه الاسرائيليه التركيه هي العنوان الواضح والبارز، لازم تحتها يبقى في العلاقات الماليه، والماليه يعني السياحه، والسياحه مش بس ان يبقى وزير السياحه التركي موجود على الاراضي الاسرائيليه وبيشوف كميه التمويل اللي ممكن تحصل ما بين الدولتين وبيعمل مؤتمر صحفي مع نظيره الاسرائيلي وبيتكلم بشكل واضح زي ما العلم قدامكم، علشان لما بيتقال للبعض مننا اصل دي الدوله الاسلاميه ودي راس الدوله السنيه والكلام الكبير اللي هو كلام اجوف ليس له اي معنى على الاطلاق، لازم نحط في دماغنا ان ابن اردوغان هو من يمتلك البنية التحتية للسياحة الإسرائيلية في تركيا بالمكتب اللي بيملكه في حيفا، واتكلمنا عن ده تفصيلا كتير قبل كده. لازم يبقى مهم قدام حضراتكم ان العلاقة دي هي علاقة مميزة. طب هل يا ترى النموذج ده جدير بالثقة لأهلنا في الخليج؟ نموذج أردوغان بكل اللي حصل نموذج يستحق؟ طب هل في التوقيت ده اللي هو السؤال اللي حطه المستشار طه الخطيب الآن، ليه الآن؟ لأن كل ما بلدكم هتتقدم ولما رئيسكم بيقول قوى الشر وأهل الشر بيطلع البعض يرسم نكات ويضحك، لكن في حقيقة الأمر كل تنمية ومشروع تنمية حقيقي للدولة دي يقهر الدولة التانية المصنوعة في الإقليم، فلازم يتم بهدوء. طب الدولة المصنوعة دي كانت بتتحرك بأزرع، مرة يكون التنظيم الدولي للإخوان، مرة يكونوا السلفيين، مرة يكونوا بعض اليسارية، مرة يكونوا الليبراليين. الحرب قاسية وتقيلة والحركة واضحة قدام حضراتكم، وفي حلقتنا النهاردة حاولنا نبص على دولتنا بس من بره، لأن البص من بره في المرحلة دي أهم بكتير من الشغل اللي جوه. خلوني أحاول أشوف ما بين سطور هذه العلاقة الإسرائيلية التركية مع الكاتب الصحفي في الأهرام الأستاذ إيهاب عمر. مساء الخير أستاذ إيهاب. مساء الخير أستاذة. خليني أسمع من حضرتك بين سطور هذا الحضور التركي الإسرائيلي والتركي في الخليج، عايزين نسمع من حضرتك تحليلك. تمام. هو في بدء الامر يجب الاشاره ان العلاقات التركيه الاسرائيليه بدات اصلا في عصر رئيس وزراء ينتمي الى التيار الاسلامي التركي، الا وهو عدنان منداريس في مارس 49. فهو التيار الاسلامي هو من انشا العلاقات التركيه الاسرائيليه سنه 49، وكانت تركيا على يد هذا التيار من اوائل الدول الاسلاميه التي اعترفت بدولة إسرائيل. هنتكلم سنة 49 بعد أقل من بضعة أشهر من إعلان دولة إسرائيل. ده في بدء الأمر. بعد كده التطور الأمر إن في اتفاقيات بينهم بتوقع كل بضعة يعني كل سنة في مجال التدريب العسكري زي ما حضرتك ما تفضلتي، بيوفروا لهم التواجد يعني في حاجة مهمة في العسكرية اسمها المناخ البري. مش اي دوله بتبقى عندها الجو البري اللي موجود مثلا في دوله زي مصر، في دوله زي فلسطين، فبالتالي الاجواء والمناخ في تركيا مناسب جدا
لان هو يكون شبيه بعندنا. فاسرائيل فتركيا دايما بتوفر لاسرائيل التدريب العسكري اللي بيقوم على هذه الشاكله. في الوقت الراهن اردوغان في الصيف اللي فات في يونيو 2016 وقعت تركيا اتفاقيه مع اسرائيل لتطبيع العلاقات وفتح صفحه جديده. على هذا الاثر احنا شايفين تنسيق مهم جدا بين اسرائيل وتركيا في الملف السوري. يعني تركيا تحديدا بتحتل اجزاء من شمال سوريا، وفي نفس الوقت اسرائيل بتنفذ غارات جويه وتقدم بها دعم جوي ومظله جويه شديده الشبه باللي قام بها حلف الناتو في ليبيا مع ما يسمى بالثوار. ولكن في سوريا تحديدا بيتم هذه التغطيه الجويه مع ميليشيات بيدعمها اردوغان على الارض. فبالتالي احنا عندنا نوع من انواع التحالف ما بين اسرائيل وتركيا في الملف السوري. حلو جدا. قصة السياحة والمال بقى ما بينهم هما الاثنين. تمام. لا ده هو يعني ال 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 في نوع من انواع غسيل الاموال حضرتك تفضلت واشرت اليه بين الدولتين منذ فترة طويلة، يعني حتى من قبل اردوغان. الغسيل الاموال ده هو لان التيار الاسلامي بيبقى عايز يدور الفلوس الهائلة اللي بتجيله من منافس كتير جدا، على سبيل المثال من الخليج، من اموال الزكاه، ودي قصه كبيره كبيره جدا يعني محتاجه فرد اخر يعني. فبالتالي بيبقى اسرائيل والسوق الاسرائيلي، واسرائيل من اهم الدول في المنطقه بالمناسبه اللي بتنفذ شبكات غسيل الاموال عن طريق القمار. تركيا ضالعه بشده في هذا الملف، وبتقوم بغسيل اموال التيار الاسلامي في هذا الملف، وتقوم بضخ فلوس التيار الاسلامي لمناطق اخرى عن طريق هذا الملف. طيب. فبالتالي برضه السياحه نفس الشيء. تركيا طبعا بتضرب السياحه بشكل او باخر في دول زي مصر او تونس او عشان خاطر تركيا تجذب السياحه الاسرائيليه والروسيه والاوروبيه ايضا الى الاراضي التركيه. عايزه اسمع تعليق من حضرتك ولو بشكل عنوان على تحريك البعثة بقى، وإن إسرائيل الآن تلعب بوجهها وليس بالوكالة. المشهد كله في محاولة كده إنها حاسة إن مصر ماشية في طريقها وما بتردش. تمام. هو يعني كتبت هذا الكلام في مقال من بضعة أيام. خلينا نكون واقعيين، كل العنف والإرهاب والإجرام اللي بيحصل في سيناء من 2011 وفي موجاته الأولى من 2005، الغرض منه هو إظهار مصر باعتبارها دولة غير قادرة على حماية شبه جزيرة سيناء وغير قادرة على حماية حدودها، وأن هذه الأراضي يتم التنفيذ منها اعتداءات على إسرائيل. وطبعا كل هذا الكلام هراء، وإحنا قدرنا أن إحنا نحصر الإرهاب في شريط ساحلي ضيق شمال سيناء إلى الآن. وبالتالي هو ده الغرض الإسرائيلي من ما يسمى بولاية سيناء وبيت المقدس وداعش وكل هذه التنظيمات، الغرض منها في الأساس إظهار مصر أمام المجتمع الدولي بأنها غير قادرة على حماية حدودها، وأن هذه الحدود تمثل خطر لإسرائيل. فبالتالي إسرائيل المسكينة تضطر أنها تدافع عن نفسها، ويكون في يعني أفكار أخرى جديدة حيال هذه المنطقة. داعش فشلت، وما يسمى بداعش وولاية سيناء وبيت المقدس، كل هؤلاء فشلوا في أن هم يؤسسوا دولة كما كانت إسرائيل تتمنى في سيناء، تكون سيناء هي العاصمه المصريه لداعش، مسلمة الرقه هي العاصمه السوريه لداعش، مسلمة الموصل هي العاصمه العراقيه لداعش. فشلت التنظيمات الارهابيه ونجح الجيش، ويقدم يوميا شهداء بنراهم جميعا وبيعيشوا بيننا بدمائهم وبتضحياتهم الخالصه. وعلى هذا الاطار بدات اسرائيل تتحرك الان زي ما حضرتك ما تفضلت، خلاص بقى احنا دلوقتي زي ما بيقولوا ايه، بنلاعب الوحش. هي دي المرحلة الجديدة اللي تعتبر مرحلة نهائية. ما عادش قادرين يلعبوا بالتيار الإسلامي أكتر من كده، استنفذ وأصبحت معظم أوراقه محروقة. بالظبط. فبالتالي بدأ نتنياهو يتحرك وإسرائيل تتحرك الفترة المقبلة بشكل مباشر، عن طريق التواصل مع أمريكا، التواصل مع أوروبا، عن طريق افتعال بقى الاشتباكات الإسرائيلية. خليني أشكر حضرتك وأكيد هتشرفنا يعني ونفتح المجال أكتر. بشكر الكاتب الصحفي في الأهرام الأستاذ إيهاب عمر. عايزة أقول لكل اللي بيشوفونا، تأكدتم إن بلدكم ماشية لقدام وماشية بخطوات كويسة، ويا رب ما حد يشوفنا.
تأكدتم إن أنتوا عاملين قلق بجد؟ طب الأهم، كل اللي كانوا بيراهنوا إن الزيارة رايحة علشان نقل السفارة، عرفتوا إن الطموح أقل من كده بكتير، لأن اللحظة لسه لم تعد مواتية بالصورة المقبولة والكافية، والمؤتمر الصحفي أنتوا بتتابعوه وأنا لسه ما شفتوش. خلونا نكون عندنا ثقة كبيرة جداً في القائم على عملية التغيير وفي قدرته على إدارة المشهد، لأنه في نهاية الأمر السياسة لعبة المصالح، والمصالح أمر متغير وليس ثابت، وطول الوقت من يستطيع أن يدير المشهد بكفاءة هو من يحقق النتائج، مش اللي بيطلق الكلام والعبارات. إن شاء الله يوم السبت إذا ربنا أحيانا يتجدد اللقاء بالخير والرضا. إلى اللقاء.